أهلا وسهلا ومرحبا فيكم، معكم يوزو مع فيديو للمبتدئين للعبة ستاردو فالي. هذا الفيديو موجه للناس اللي حابة تبدأ باللعبة والناس اللي عانوا أول ما بلشوا باللعبة. ستاردو فالي هي لعبة بعدة نهايات مفتوحة، فما في طريقة واحدة أو صحيحة تلعبوا فيها اللعبة، وهذا أحلى إشي في ستاردو فالي. بس هون أنا بدي أساعدكم بالبيسك والأدوات والمعلومات اللي محتاجينها عشان تنجحوا وبنفس الوقت تستمتعوا باللعبة. إذا عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا فيديوهات أكثر زي هيك، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. خلينا نبلش. لما نبلش ونعمل نيو جيم، بنفوت بصفحة الكاركتر كرييشن. هون بنعمل شكل الشخصية تاعتنا وبنعبي اسمه ومعلوماته اللي حابين نعبيها. على اليمين عندنا اختيارات لنوع المزرعة اللي بدنا نبدأ فيها. ونصيحتي للي بدهم يبدأوا باللعبة، اختاروا المزرعة الستاندرد، كون المزرعة بسيطة جدا، فيها مساحات أكثر من المزارع الثانية، وسهل جدا إنك تتحكم فيها. تابعوني عشان احكي لكم بالتفصيل عن انواع المزارع الثانية بالفيديو الجاي. اول ما نبدأ نفتح البوكس اللي اعطانا اياه عمدة المدينة اللي فيه ادوات المزرعة و15 حبة بارسنب، وبس نطلع من البيت نشوف مساحة ارض هائلة ومكركبة. بس ما تخافوا، روما ما بنت بيوم، مش لازم ننظف المزرعة كلها باول يوم. اللي لازم نعمله انه ننظف منطقة صغيرة عشان نزرع فيها البذور اللي اخذناها هدية واي بذور تانية ممكن نشتريها، وبعدين مع الوقت نبدأ نكبر وننظف مزرعتنا ونبنيها على حسب ما بدنا. أول إشي لازم تعملوه أول ما تصحوا كل يوم إنكم تشوفوا تلفزيون وتشوفوا قناة الطقس عشان تشوفوا إذا كانت حتمطر باليوم التاني أو لا. معرفة الطقس بساعدكم على إنكم تخططوا يومكم التاني بنجاح. ولا تنسوا قناة الفورتشن تيلر اللي حتحكي لكم عن خططكم لهذا اليوم. وأهم إشي قناة كوين أوف سوس. قناة كوين أوف سوس بتنعرض كل أحد وبتنعاد كل أربعة. كوين أوف سوس بيعطينا وصفات طبخ متعددة حتفيدنا لقدام لما نبني مطبخنا. على يمين البيت تاعنا عندنا هذا الصندوق. هذا الصندوق بنستخدمه عشان نبيع الأشياء المسموح لنا نبيعها. أي إشي بنبيعه بالصندوق بناخده بفلوسه باليوم التاني. وطريقة تانية بنقدر نبيع فيها المحصول والأشياء اللي بناخدها بالفورجينج هو إنه نبيعها عند بيير دايركتلي وبنفس السعر. هيك بنوفر حالنا وقت إنه نستنى يوم كامل عشان ناخد فلوس الأشياء اللي بعناها. البذور بكل أنواعها بنقدر نشتريها من محل بيير لكل موسم. بيير بيفتح من 9 الصبح للخمس المساء، فلا تنسوا حالكم بأول يوم ويروح عليكم. وكتير مهم تشوفوا أكم يوم البذور بدها عشان تكبر وتقدروا تحصدوها. ونقطة أخيرة، كل موسم له بذور، فلا تضيعوا عليكم بذور وتزرعوها بموسم غلط. في الزاوية اللي تحت على اليمين عندنا مؤشر الطاقة للشخصية تاعتنا. الطاقة بتنزل كل ما استخدمت أي أدوات للزراعة باستثناء الصيف. مهم جدا انكم تتابعوا على مؤشر الطاقة تاعكم ما يوصل للصفر. اذا وصل للصفر الكاركتر تاعكم رح يغمى عليه، وكعقاب رح تخسروا فلوس واشياء عشوائية كانت بجيبتكم. خلوا بالكم على الانرجي بار ووزعوا مهبكم اليومية بذكاء. اهم اشي لازم تعملوه بعد ما تزرعوا محصولكم، تصنعوا الفزاعة. تطلب الفزاعة 50 حبة خشب، حبة فحم، و20 حبة فايبر. الفزاعة بتستخدم لتبعة الغربان من المحصول تاعكم عشان ما تخسروا جزء من محصولكم. الفزاعة بنعملها unlock بفارمينج سكيل ليفل 1، وبتزيد الليفل تاع الفارمينج سكيل لما تعمل اشياء بتتعلق بالزراعة. اعملوا صندوق للمزرعة تاعتكم لانه اول ما تبلشوا ما بيكون عندكم مساحة بالجيبة، فعمل الصندوق اول ما تبلش بيساعد كتير على انه يوفر عليكم مساحة وانه يوزع اغراضكم بانتظام. الصندوق بده 50 حبة خشب بتجمعوها من أي مكان بالمزرعة، وممكن بعد ما تعملوا صندوق تلونوها بألوان مختلفة، وهذا بيساعد على أنك تميز الصناديق اللي حتعملوها والأشياء اللي حتطوها فيه. فورجينج بمعنى تأخذ الأشياء الموجودة خارج المزرعة والموجودة بالطبيعة، سواء ورود، بصل، مشروم أو صدف البحر. أي إشي بتاخده خارج المزرعة بدخل بالفورجينج. الأشياء اللي بتاخدها ممكن تبيعها، تستخدمها عشان تاكلها، أو تستخدمها كهدية للناس في المدينة. وكنصيحة، في أغراض بالفورجينج مو مستاهل إنك تبيعها لأنها كتير رخيصة، فخليها معك عشان تستخدمها تعبي طاقتك. خبوا دائما إشي واحد من كل نوع، سواء من الفورجينج أو الفارمينج، بفيدكم عشان تعطوها للناس المدينة أو تستخدموها للكوميونيتي سنتر. على سيرة الناس اللي بالمدينة، كتير مهم انكم تصاحبوا سكان المدينة وتعبوا القلوب بتاعتهم.
كل شخص بوصل 10 قلوب ماكسيمم، الا طبعا الشخص اللي بدك تقرر تتزوجه بوصل ماكسيمم 14 قلب. ممكن تزيد القلوب بانك تحكي معهم كل يوم، تعطيهم هديتهم المفضلة، واهم شيء تتبع عيد ميلاداتهم بالكالندر. واحد من الاشياء اللي بتزيد القلوب بسرعة انك تحكي معهم بالمهرجانات او تعطيهم هديتهم المفضلة بيوم عيد ميلادهم. واحدة من الاشياء لازم تخلي عينك عليها بستاردو فالي طول ما انت بتلعب اللعبة هي الوقت، لانه ممكن كتير تخسر وقت وانت مش حاس على حالك. لا تنسوا تناموا قبل الساعة 2 الصبح، لانه اذا ما نمتوا قبل 2 الصبح رح يغمى عليكم وكعقاب رح تخسروا فلوس واشياء كانت بجيبتكم مو مستاهلة. وانتوا بتمشوا سواء بالجبل المدينة او الغابة خلوا عينكم على الديدان اللي بالارض، فيهم تاخذوا اشياء مفيدة لكم، سواء اشياء اثرية تعطوها للمتحف او مواد تصنعوا فيها اشي او كتب تكملوا فيها المكتبة. عشان هيك خلوا دايما معكم مجرفة كل وقت. باليوم الثالث بالصيف رح تصير عندكم هزة ارضية ويفتح لكم السبا. السبا بيساعد بس تفوت على المي انه يرجعك الطاقة شوي شوي، فلما تكون الموقف انه خلصت طاقتك بوقت بكير باليوم ما في داعي انك تخلص اليوم بكير، ممكن تروح على السبا تعبي طاقتك وتكمل يومك. واخر نصيحة ممكن اعطيكم اياها بهذا الفيديو، لا تنسوا تحكوا مع ولي اللي موجود بالبحر بعد ما يبعتكم رسالة ويقولكم تعالوا تيجي تشوفوه، راح يعطيكم صنارة الصيد. الصيد باول اللعبة كتير مفيد لانه احسن طريقة تعمل فيها فلوس وانت لسه بتستنى بالزرع ليطلع. وممكن تبيع السمك اللي صدته لويليز دايركتلي بالمحل تاعه قبل ما يسكر. اذا وصلتوا لاخر الفيديو شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو وسبسكرايب اذا بدكم تشوفوا فيديوهات ونصايح اكتر.